يعني بخصوص بقى المملكة العربية السعودية، احنا طول الوقت بنسأل او الجيل الاكبر بيسأل عن هو الشباب نخليهم مهتمين باللي بيحصل حواليهم ازاي، او هو احنا الشباب نخليهم يبقوا زي ما بيقولوا كده، بيقولوا بالانجليزي engaged او متدخلين ومشاركين في اللي مجتمعهم بيواجهوا ازاي. لانه الشاب كلنا كنا شباب وكنا نقعد نبص على الناس ونقول ايه ما تعبكم تخصكم، يعني انا ليا حياتي المختلفه خالص. احنا طول النهار وطول الوقت بنسال السؤال ده، نخلي الشباب ازاي فاهم اللي بيحصل حواليه في مجتمعه وفي المنطقه اللي حواليه ويبقى مشارك او يبقى عنده رغبه في المشاركه ازاي. الاجابه جت من خلال الهيئه العامه للترفيه السعوديه وبرعايه المستشار تركي آل الشيخ. الاجابه على ازاي تقدر يبقى عندك الشباب ده جاي يشارك معاك وهو مش مجبر وهو عايز يبقى مشارك فعلا، انه يتم الجمع ما بين الالعاب الرياضه الالكترونيه بقى اسمها الاي سبورتس دلوقتي، انا ما كنتش اعرف الموضوع ده في الحقيقه، بقى في حاجه اسمها في العالم اسمها الاي سبورتس. كنا زمان نشوف تنظيم حفلات غنائيه مثلا لاهداف خيريه، ده الشكل التقليدي، لكن يبدو انه الاجيال الجديده ليها ادوات جديده وخيال جديد. فيبقى الهيئه هيئه الترفيه العامه السعوديه بقياده وبرعايه معالي المستشار التركي آل الشيخ بتعمل مسابقه، المسابقه دي هيشارك فيها 16 ألف شاب مع مجموعه من اهم نجوم المنطقه كلها، نجوم العالم العربي، علشان يلعبوا بلاي ستيشن ويلعبوا الفيفا 21 اللي انا ببعد قدامها، يعني ايه مش عارف امسك اصلا الجويستيك، فهقعد انا اتفرج بقى واشوف الكلام ده. لو كنت بعرف العب كنت سجلت والله، بس انا ممكن اكتفي بان انا ابقى مشاهد بس. المهم انك تعرف تجمع ما بين الشباب دول تجذبهم وان دول في الاخر يعملوا اللي منظمه الصحه العالميه بتتكلم عنه، يعملوا اللي الدكتور عادل خطاب كان بيتكلم عنه، يعملوا اللي المملكه العربيه السعوديه او مصر او اي دوله بتحاول تحققه، انه الشباب دول يبقوا مندمجين وان هم يساعدوا في الكوفيد 19 في مواجهه وباء العصر، يعني الجيل ده يبقى بيساعد في مواجهه وباء الجيل في جميع انحاء العالم. ليه؟ لان كل اللي هيطلع من المسابقه دي هيتم توجيهه كفلوس وكامكانات لنشر التطعيم واللقاح لكل الدول غير القادره، في دول ما حصلتش على اللي يناسبها خالص. فممكن دوله تعمل مبادره، ممكن منظمه الصحه العالميه تطلب، لكن وفقا للي اعلنه المستشار التركي آل الشيخ وفقا للي اعلنته الهيئة العامة للترفيه السعودية، يبقى عندك شاب عايز يساعد وفاهم هو بيعمل ايه وفي نفس الوقت بيستمتع. معرفش العب للاسف، انا بقعد بحاول ابني حاول يعلمني بقاله 15 سنه مثلا وانا فشلت فشل ذريع، بس هنجرب تاني شوف. برضو بمناسبه مساله الكورونا والاجراءات الاحترازيه،